الفساد ينخر مؤسسات الدولة، هكذا عبر منتسبو القطاع الصحي في وقفتهم الاحتجاجية التي نفذوها أمام المجمع الحكومي في مدينة زنجبار مركز محافظة أبيان. المحتجون طالبوا الحكومة بإقالة عدد من مدراء المرافق الصحية في مديرية زنجبار بعد اعتقال 8 منهم لخروجهم في وقفات منددة بالفساد. عملنا لهم وقفة احتجاجية قبل يومين أو 3 أيام، قاموا بزج عمالنا منهم 8 داخل سجون الأمن المركزي، وهم منهم 8 أشعة ومختبر وممرضين، وما كان سبب اعتقالهم إلا أنهم طالبوا بالتغيير وطالبوا بالحق وطالبوا بكشف الفساد. في الجهة المقابلة نظمت عشرات النساء العاملات في مستشفى زنجبار ومؤيدات لهن من قطاعات أخرى وقفة مضادة اتهمنا فيها بعض العاملين في نفس القطاع بالاعتداء على مديرة المستشفى في أوقات الدوام الرسمي، وهو ما يعد انتهاكا لحرمة المرفق الطبي. دخل الأول ويقول لها أخرجي، وسحبها من جلبابها. أنا كنت موجودة وشاهد الحادثة، ولما رفضت حمل الميز اللي قدامها ووزنها هكذا، كان بيعورها فوق رجولها. الاحتجاجات المتكررة للعاملين في القطاع الصحي هنا في مديرية زنجبار على الرغم من انقسامها بين مؤيد ومناهض لبقاء المسؤولين أو إقالتهم تبدو ملفتة، خصوصا بعد إعلان الكثير من طاقم التمريض في المستشفى الإضراب عن العمل حتى يتم الإفراج عن زملائهم المعتقلين وإقالة بعض المدراء والتحقيق معهم بتهمة استغلال الوظيفة العامة، حيث يشير البعض إلى عملية عبث ونهب تطال الأموال العامة حد تعبيرهم. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.